طبعا عدد المتقدمين للاختبارات الفنية 290 لاعب بمختلف المواليد والأعمار. راح نتكلم في البداية عن محاور الاختبارات الفنية. كل محور أو المحاور عبارة عن مجموعة من اختبارات. الاختبار الأول عبارة عن تقسيمات مصغرة 5 ضد 5، بنحاول يكون فيها دوران اللاعبين في المراكز، يعني ما يتعلق أن اللاعب يلعب في مركز واحد. والاختبار الثاني راح يكون 2 ضد 2، والاختبار الثالث راح يكون 1 ضد 1. بعد ما يخلصون اللاعبين الاختبارات الثلاثة راح تكون هناك تصفية. التصفية بنختار فيها اللاعبين الأفضل. هذول اللاعبين راح يدشون اختبار رابع. هذا الاختبار على أساسه راح يتم فيه اختيار اللاعبين اللي راح يتسجلون عندنا في الأكاديمية. نقطة مهمة لازم نركز عليها إن على اللاعبين ضرورة حضور الاختبارات الفنية، لأن التغيب في هالمرحلة راح يربك العمل بحكم أن العدد كبير وإحنا محكومين باختيار عدد من اللاعبين في وقت معين. في سؤال ينطرح، كم عدد اللاعبين اللي راح يتم قبولهم؟ إن شاء الله راح يتم قبول 100 لاعب، بيكون موزعين على 4 مجموعات، كل مجموعة بتضم 25 لاعب. إن شاء الله موعد البداية راح تكون في يوم السبت القادم تاريخ 24/8، وكل التفاصيل راح ترسل على شكل مسجات SMS من خلال لأولياء الأمور من خلال الحساب الرسمي لأكاديمية نادي المالكية.